السلام عليكم، ويلكم باك، اهلا بكم من جديد في قناه مستر صديق تشانل. الفيديو ده ان شاء الله لطلاب صف خامس اللي داخلين امتحان الرايتنج، امتحان الكتابه. هنشرح فيه ان شاء الله قواعد الكتابه وازاي تكتب جمله صح من غير اخطاء، وازاي تدخل الامتحان بكل ثقه وبكل سهوله تاخد العلامه كامله ان شاء الله. لكن لو انت اول مره شفتنا على اليوتيوب او لو ما كنتش مشترك في القناه، لو سمحت انزل اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب. استناني. اهلا بكم طلاب الاعزاء من جديد. اولا لو انت عاوز تكتب جمله صح، لازم تعرف ان الجمله في الانجليش بتتكون من ثلاث اجزاء: subject verb object. تاني subject verb object. subject هو الفعل، والverb اللي هو الفعل، والobject اللي هو المفعول. يعني مثلا لو انا قلت لك that children are playing football every day. تاني that children are playing football every day. ف T في كلمة the لازم تبدأ بها capital في أول الجملة، ولازم تنهي الجملة ب full stop. لو ما نهيت ب full stop وبدأت ب capital letter هيخصم لك درجات، فخلي بالك. خد المثال ده وعاوزك تركز معايا فيه قوي. لو أنا قلت لك I like eating bananas, apples and oranges. تاني I like eating bananas, apples and oranges. إيه قواعد الكتابة في المثال ده؟ لازم ابدا بكابيتال اللي هو اي، لازم تكون كابيتال، ولازم انهي بفول ستوب. طيب يا استاذ انا عندي قائمه من الفواكه وذكرت اكتر من نوع، في الحاله دي لازم بعد كل نوع احط كوما تحت، الكوما بتكون تحت، وقبل الاخير بحط اند. عشان كده بقول اي لايك ايتينج بانانز كوما ابلز اند اورنجز. اوكي ركز معايا في الصور والاسئله اللي على دي وحاول تحل بشكل صحيح. لو قال لك look at the picture and answer with the sentence. تاني look at the picture and answer with the sentence. هو طلب منك الإجابة بجملة وليست كلمة أو جملتين، فركز أول في المطلوب علشان تكتب بشكل صح وتاخد الدرجة أو العلامة كاملة. First picture الصورة الأولى how do they feel. تاني how do they feel كيف يشعرون. أنت شايفها دلوقتي، ركز أول في الصفة اللي هتستخدمها علشان لا تغلط وتاخد العلامة كاملة. دلوقتي أنت شايف إيه؟ they feel happy ولا they feel sad ولا they feel angry. انت شايف ايه؟ so the answer will be الاجابه هتكون they feel happy and excited. تاني they feel happy and excited. انت جاوبت بناء على الصوره وبناء على اللي انت شايفه، عشان كده هتاخد العلامه كامله ان شاء الله. second picture الصوره الثانيه what is his job. تاني what is his job ايه وظيفته بالظبط. اوكي قبل ما اكتب لازم احدد he is a man هو رجل or she is a woman ولا امرأة. اوكي لان الوظيفة دي تحتمل الاثنين. اوكي he is a man، عشان كده لازم ابدأ بهي، لازم ابدأ بهي في الاول، والh لازم تكون capital. اوكي تاني شيء اوكي he is a teacher or he is what هو ايه بالظبط، هو مدرس ولا ايه بالظبط. اوكي هو دلوقتي يرتدي الهلمت اللي هي الخوذة، وكمان لمس لبس الانجينير، عشان كده لازم اقول he is an engineer. تاني he is an engineer دي الإجابة الصحيحة، علشان كده إن شاء الله هتاخد العلامة كاملة. third picture الصورة الثالثة is he a mountain climber. تاني is he a mountain climber هل هو متسلق الجبال؟ انت شايف دلوقتي ها إيه الإجابة؟ yes or no. so الأنسر أو الإجابة هتكون yes he is a mountain climber. تاني yes he is a mountain climber، فلازم تبدا ب capital وتنهي ب full stop. وخلي بالك ركز قوي في الحته دي، بعد yes و no لازم تحط كوما تحت. تاني بعد yes او no لازم تحط كوما تحت، لو ما حطيتش الكوما تحت هتخسر لك درجات. اوكي so the answer الاجابه هتكون yes، وبعد yes هنحط كوما تحت he is a mountain climber هو متسلق الجبال، وهنحط full stop في الاخر. Let's move to some extra questions. خلينا نروح لأسئلة إضافية، لكن قبل ما نروح للأسئلة الإضافية، لو السؤال كان في زمن المضارع لازم تجاوب في زمن المضارع، ولو السؤال كان في زمن الماضي لازم تجاوب في زمن الماضي، ولو كان في المستقبل لازم تجاوب في المستقبل. So in this picture في الصورة دي he asks you a question in the past. سألك سؤال في الماضي. And he said what job did he do. Again what job did he do. So the answer will be he was a school principal. Again he was a school principal.
Okay, let's move to another picture. And he asked you also in the past. وسألك تاني في الماضي. And he said, what job did he do? Again, what job did he do? And the answer will be, الإجابة هتكون في الماضي. We هتكون إيش؟ هتكون he was a scientist. تاني, he was a scientist. Okay, في عندي صورة كمان. والسؤال كمان في الماضي. وسألني وقال لي, what did he invent? What did he invent? ماذا اخترع؟ السؤال في الماضي فعشان كده لازم اجاوب في الماضي وهقول he invented the television. تاني he invented في الماضي the television. وركز قوي في السبيلنج بتاع الكلمات علشان لا يتخصم لك درجات. يبقى الإجابة هتكون he invented the television. طيب يا أستاذ لو جاب لي صورتين زي دول وسألني وقال لي write your answer in a sentence. تاني write your answer in a sentence. اكتب إجابتك في جملة كاملة. والسؤال كان هو who is brave. تاني who is brave. من الشجاع the soldier ولا the baker الخباز. الخباز ولا الجندي. فهتكون الجندي. والإجابة هتكون إيه the soldier is brave because he is protecting his country. تاني الإجابة هتكون إيه the soldier is brave. إيه السبب because he is protecting his country. طيب يا أستاذ ده بالنسبة للصورة وعليها سؤال واحد. طيب لو جاب لي صورة وعليها أكتر من سؤال زي الصورة دي وقال لي look at the picture. بص للصورة. Read the four questions. اقرأ الأربع أسئلة دول. Write your four answers in sentences. واكتب الإجابة بتاعتك في جمل. أنت هنا لك حرية الاختيار. ممكن تكتب جمل أو الجمل ممكن تكتبها على هيئة paragraph. طيب السؤال الأولاني where are they. تاني where are they. where هنا معناها أين. فالمكان ده فين هيكون إيه. they are at Dubai International Airport. تاني they are at Dubai International Airport. ده السؤال الأولاني. خلينا نروح للسؤال التاني. والسؤال التاني بيقول why are they there. تاني why are they there. ليه هم هناك. فالإجابة ممكن تكون they are traveling to somewhere. هم مسافرين لمكان ما. they are traveling to somewhere. اوكي خلينا نروح للسؤال الثالث. والسؤال الثالث بيقول how do they feel. كيف يشعرون. how do they feel. انت ممكن تختار اي إجابة او تكتب اي إجابة. يعني مثلا ممكن تكتب they are happy او they are glad. تاني they are happy هم سعداء أو they are glad كمان هم سعداء. Let's move to last question. خلينا نروح لآخر سؤال وهو what special place do you like to visit. تاني what special place do you like to visit. إيه المكان المفضل اللي أنت عايز تروحه. يعني أنا ممكن أختار I like to visit America. تاني I like to visit America. يعني جبت لك هنا أمريكا أو أي دولة لأن أسماء الدول لازم يكون أولها capital. So this is the end of this video. I hope you got benefits. أتمنى أنك تكون استفدت بشكل كامل. لكن لو ما كنتش مشترك معنا لو سمحت انزل اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكمان اعمل شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب. كان معكم أستاذ صديق سرحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.